السلام عليكم. اليوم في قناة بيزات ديفير 2017 جيتكم بوصفة بريوش، بريوش على شكل وردة. لا بريوش بون بوغ لي زانغريديون. واش نسحقو؟ نسحقو كاس حليب يكون تياد دافئ، كاس ماء ثاني تياد، كاس زيت، خمس مغارف سكر، كيلي بمغارف السكر. هنايا عندي مغرفة ونص خميرة كي بولونجري، عندي نص مغرفة ملح، عندي زيت سيترون، وهنايا عندي البيض. هنايا هوليك لو بلون بياض البيض، وهنايا الصفار. البياض نسحقو بوغ لاباط، والصفار نديرو من الفوق. وهنايا بيان سور نسحقو لافارين، تديني حوالي 6.5 7 كيسان فارينة، كل واحد على حساب لافارين اللي عنده، سكو تشرب سكو ما تشربش. نبداو على بركة الله. هنايا عندي كاس ماء، هنا الماء ضروري يكون اوبليجي يكون تياد ماشي بارد. كاس حليب اللي حابه تخرج نص كونتيتي تقسم كلش مقادير كلش تقسمهم. هنايا كاس زيت، عندي سكر، شور ليمون، هنايا عندي لاليفيغ، نخلط. هكذا بوسيطة زعما بالفول والآلة يدوية برك هكذا بالشعيرة. زيدي زوج بياض بيض، هذه لا كونتيتي أنا تخرج زوج قريصات هكذا لاباط. ولي حبت خرج وحدة قسم كاع المقادير، هاني زيت الملح هنايا. دوك تشوفو هاديك خلاص كملت. دوك هنايا نكيل مليح هكذا واحد كيكيل يشوف. هاني درت ثلاثة، هاني خلطت ثلاثة تاع كيسان فارينة فارين. دوك نزيد زدت الرابع، دوك نزيد كيل خامس هنا، نزيد السادس، كيما على بالها خاص الشتاء مليح واحد يدير لي بغيوش هنا. يجو الأطفال اللي عندو لي زونفون يقراو بوغ لو غوتي تاع العشية القهوة يجو ملاح. راني هنايا خلطت هادوك ستة، شوفو مازالها بزاف تما بزاف طرية. دوك نزيد كاس سابع، شفتو
واحد دي 7 كيسان. 7 كيسان هذو سي 1 كيلو دفاري سوا سوا، راني غربلت 1 كيلو دفاري. فوالا شوفو دوكا راني بديت نخدم بيدي، داتني 7 كيسان فارين لافارين. دوكا كل وحده وكيفاش لافارين تاعها، كاين اللي لازم تزيد شويه على 7، كاين اللي لازم تنقص شويه. انا نشوفها هكذا، نزيد غير كميه صغيره. فوالا في هذه المرحلة هنايا انا حطيت العجينة تاعي في لو بلان دو طرافاي، ما تسحقش العجين ولا مي جوست باش نضمها هكذا تخي بيان، باش تجمع لي بيان. هاي شوفوا راهي طريه وما عيش تلصق في يدي، راهي نورمال ما جاتني جوست جوست. في راكم تعرفوا المقادير، 7 كيسان فارينة. اللي حابه تخرج قرصه وحده على بريوش هاني دير 500 غرام تاع 3 كيسان ونص. واش ندير، نحطها في الغيسيبيون تاعنا ونخلوها بلاستيفيها ونخلوها تخمر هكذا ونخليها تخمر. فوالا نخلي العجين تاعي يخمر ابخي نولو. فوالا هايليك لاباط تاعنا بعد ما طلع في حجم تاعها، نفتحو عليها هايليك شوفو البات هايلة، نحط السيترون دوكا، ندير هكدا شوية يديا في الزيت و نبدا نهبط فيها. هنا نحطوها هنايا. واش ندير، ديفيزيها اون دو، ديفيزيها على زوج هكذا. فوالا هايليك ديفيزيتها اون دو. دوكا نحط واحد هنايا بخي نخدمو هنايا، نبدا سبوسا قلت لكم نخرجوا زوج قريصات. دوكا نبدا نخدم فيها هاني، هاي القرصه الاولى هنا هكذا غير بيدي هنا.
غادي تشكلو هكذا شكل دائري على شكل دائري هكذا، ماشي رقيقة ماشي خشينة باسكو مازال نخلوها تخمر. ها سبيغ راكم فهمتو الخطوات كيفاش، هاديك سهلة. دوكا نرفد هاذي نبدا نقطع، هانا هنا اون دو نزيد نقطعها على ربعة، نزيد نقطع هكدا هنا 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 هكدا. هادوكا كل واحدة منهم نعاود لها غير بالعقل والحين تنجحوا فيها. هنا فوالا هكدا. دوكا واش ندير؟ شوفو دوكا كيفاش ندير، هانا باش نعطي لها شكل وردة. هانا كيف لي راكم تروليو فيها هكذا، شوفوا تخرج واحد هنا هنا بمقادير جد بسيطة اقتصادية، كلشي يكون في الدار. وراكي درتي لا بغيوش، الله الله القهوة تاع العصر. فوالا هاديك نسيباريها هكدا هنا باسكو ابخي مازال رايحة تخمر ليا هنا. دوكا هنايا نخليها تخمر لمدة 15 دقيقة، وهنايا نشعل الفور يسخن ابخي نولو عندها. فوالا بعد ما جازو 15 دقيقة هنايا عندي زوج صفار بيض تاعي تاع قبيلة، نزيد لهم غرفة حليب. كنسو غير بالعقل باسكو راهي لاباط تاعي تنفخت، لازمش تضغطي عليها هكذا بزاف باش ما تهبطلكش لاباط. هنا انا نتبع كاع لو كاطو تاعي نديرها صافا هايله. فوالا شوفو هاوليك شكل زهره، خرج سوسو شكل زهره. دوكا راني شعلت الفرن
راه سخن، دوك نحطها على درجة 180 وطيب لي. كي طيب من التحت شوفوها بدات تحمر من الفوق، شعلوا لها من الفوق باش تدي لا كولور دوغي، هذه كاين لا كولور شابة، ونطفو عليها. هلا شوفوا لا بريوش تاعنا، هاي دوك خرجتها من الفوق هي سخونة. واش ندير؟ نغطيها هكذا 5 مينوت. شوفوا هاي اللي سخونة، نغطيها هكذا 5 مينوت باش نفتح عليها هكذا سخونة، باش تقعد الطراوة تاعها ابخي وتولي هشة هكذا خفيفة من الداخل. ابخي تشوفوها فوالا، هاي ليك بعد ما جازو 5 دقائق نحيت لها دوكا، نديرها شوية تزيين خفيف كي هو، ندير هكذا كل واحد واش حاب يدير، اللي متوفر عندو شوية العسل سيلا هكذا ولا انا درت لها عندي لا كونفيتور ترونسبارونت. واحد مش عنده في الدار يزيد هايليك البغيوش تاعنا تاع الوردة. البغيوش تاعنا هشة هيلا خفيفة، شوفو فوالا. هكذا كانت لا غوسيت تاعنا تاع اليوم، لي هي لابغيوش، وخرجت هيلا راهي باكو كبيرة. هذه النص تاع لاباط هذيك خرجت لي هذي، راه النص لاخر راهي طيب. الوغ جربوا لا غوسيت ما تندموش عليها، سورتو لي عندهم لي زونفون يجو هكدا على القهوة تاع العصر الكوتي، يجي خفيف هايل واقتصادي ومن طون. بارطاجي لا فيديو، ابوني فو على ترشين شهية طيبة، على بروشين ان شاء الله.